وتنور في سعد من الصحفيين المحترمين. نسمع هيقول لك ايه. لو هنتكلم على الكابتن حمدي نوح هنقول كلام كتير جدا. كابتن حمدي نوح كان لاعب على خلق، كان لاعب ما سمعناش في يوم من الايام ان هو تلفظ بلفظ خارج، ما اعترضش مره باسلوب غير لائق على الحكم، كان تاريخه مشرف، ساهم مع المنتخب العرب في الفوز بكاس افريقيا وبالدوري الممتاز، عمل نتائج قويه ومحترمه جدا مع المقاولين العرب خلال مشواره امتد اكثر من 4 أو 5 سنوات، انتقل من المقاولين للاسماعيلي عمل كمان نتائج ايجابيه هناك، وكان حتى الى يومنا هذا كابتن حمدي نوح محبوب جدا من الشارع الاسماعيلاوي. كابتن حمدي نوح خلص مشواره داخل المستطيل الاخضر وكان له تجربه ناجحه في العين الاماراتي، تولى تدريب عدد كبير من الفرق هناك من قطاع الناشئين على مدار 9 سنوات، ساهم في الفوز عند الفرق الناشئين في العين الاماراتي خلال ال9 سنوات، خد 7 بطولات تحديدا، وخلال مشواره ده لما عمل نتائج ايجابيه الشيخ محمد بن زايد على طول قال لك لازم يطلع فترة معايشة في فرنسا نستفيد برضو بخبراته وبمشواره المميز ده، اكتسب من خلال هذه الفترة المعايشة في فرنسا خبرات طويلة جدا جدا جدا، ويساهم بخبراته لما رجع من التجربة ولما رجع من فترة المعايشة لحسن حظنا ولحسن حظ محمد صلاح انه رجع مسك فريق 2000 كان المواليد كان عنده 14 سنة مسك فريق 14 سنة في ذلك الوقت اللي كان فيه محمد صلاح، بنظرته كده وبخبراته الكابتن حمدي قال ان محمد صلاح هيبقى لعيب كويس لكن محتاج بعض التطوير من أدائه. كان محمد صلاح في ذلك الوقت بيلعب زي ما بيقولوا كده لعيب هاوي، اثقل موهبته الكابتن حمدي نوح كان بيلعب دايما برجل واحده، كان بيديله تمرين، يعني انا افتكر ان الكابتن حمدي نوح في اكتر من حوار واكتر من جلسه قال الكابتن محمد صلاح كان بيلعب برجل واحده، لا اديته وعلمته وازاي محمد صلاح بقى راجل بيلعب برجليه الاثنين، ما كناش عارفين هو بيلعب باليمين ولا بالشمال لانه اتمرن من صغره على الموهبه دي وطور جدا من ادائه. كابتن حمدي نوح بصماته واضحه جدا جدا على قطاع الناشئين، مسك فتره كبيره قطاع الناشئين في المقاولين وكان له دور كبير في تصعيد اكتر من لاعب في ذلك الوقت للمقاولين. كابتن حمدي نوح دايما المقاولين دايما لما يكون المقاولين محتاجه ما بيقولش لا، هو حاليا مستشار رياضي للنادي. هتقول ايه يا ابو كبات الكابتن سعد؟ ما كابتن سعد معاكم.